متابعينا ومتابعي طقس العرب في السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الأيام القادمة بحول الله. المحاور الرئيسية التي سنتحدثها في هذه النشرة هي الطقس حار إجمالا في عموم مناطق المملكة، زخات رعدية من الأمطار الموسمية مستمرة في المنطقة الجنوبية الغربية، وزخات أمطار ناتجة عن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي في المنطقة الشمالية، تحديدا مرتفعات تبوك وأيضا مرتفعات المدينة المنورة بشكل يومي خلال الأسبوع الحالي. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم المتوسطة والعالية في جنوب المملكة، بينما خلت باقي مناطق المملكة من الغيوم وسادة طقس صافي. ننتقل الآن لنقرات توزيع الأمطار من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء. يلاحظ استمرار تأثر المنطقة الجنوبية الغربية بالأمطار الموسمية خلال ساعات الظهيرة والعصر، حيث تتكاثر الغيوم الركامية فوق مرتفعات جازان وعسير خلال ساعات الظهيرة والعصر. تنتقل هذه الغيوم الرعدية غربا باتجاه السواحل خلال ساعات المساء. أما بالنسبة للمنطقة الشمالية والشمالية الغربية، تحديدا مرتفعات تبوك والمدينة المنورة، تتأثر بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، تهطل زخات رعدية متفرقة وعشوائية من الأمطار خلال ساعات الظهيرة والعصر طيلة الأسبوع الحالي. ننتقل الآن وإياكم إلى خرائط توزيع درجات الحرارة للطبقات المتوسطة من الجو من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء، حيث يلاحظ استمرار لتمركز كتلة هوائية حارة في شمال وشرق المملكة، درجات الحرارة مرتفعة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. درجة الحرارة تكون أربعينية في بداية الأربعينيات شمال وشرق المملكة. درجات الحرارة تكون أعلى والطقس يكون أشد حرارة في منطقة تهامة مكة والمدينة المنورة خلال هذا الأسبوع، حيث تكون درجات الحرارة أعلى من منتصف الأربعينيات خلال ساعات الظهيرة والعصر. المنطقة الجنوبية الغربية تبقى تشهد أجواء لطيفة إلى معتدلة في المرتفعات الجبلية العالية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي مع 31 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين غيوم متفرقة مع 41 إلى 31 درجة مئوية. يوم الثلاثاء تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها في بداية الأربعينيات 42 إلى 31 درجة مئوية. أما يوم الأربعاء 41 إلى 30 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.